حولنا البيض ديالنا من الميكانيزم من بلاطوات للشباكي، لان اليوم 16 بالنسبه للسمان غير داير نقب، ودرنا الموديفيكاسيون بالنسبه للطومبيراتير والميديتي، يعني زدنا في الرطوبه كما كتشوفوا، درنا 70 في الرطوبه، وبالنسبه للحراره نقصنا درنا 37.5. اليوم 16 اليوم ان شاء الله يدي نقب، نطلبوا الله يكون خير، واخا داك تاع الضو شي جوج مرات ولا ثلاثه في هذا التفقيصه، ولكن نطلبوا الله يكون خير كما كتشوفوا حنا استفدنا هذه، وان شاء الله نبارطاجي معكم من بعد يومين، ان شاء الله نبارطاجي معكم النسبه، نطلبوا الله يكون خير. اليوم 16 اليوم ان شاء الله يبدا ينقب، والتقلاب راه ملي كنحولو تم راه ما كيبقاش التقلاب. والله يسر الجميع، الله يوفق، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.